بكم أحبابي، أهلا بكم أصدقائي متابعي في هذه الحلقة 11 والجزء الثاني من قصة بطلنا العظيم الشهيد المجاهد العالم عز الدين القسام شيخ مجاهدي فلسطين، ونحن نتناول قصته نعيش ظلال الذكرى 50 من نكسة 67 أو نكبة 67، وهي ألفاظ مخففة لهذه المأساة التي انتصر فيها اليهود على جيوش العربية واقتطعوا قطعا كبيرة من الأردن ومن مصر ومن سوريا. عالمنا الجليل كان مثالا للعالم العامل، تعلم في الأزهر ثم عمل بعلمه، كان إماما للناس وكان أمام الناس في نفس الوقت. توقفنا بالأمس عندما أرسل إليه الفرنسيون يسالمونه ويهادنونه وأرسلوا له رسولا. ماذا قال للرسول؟ قال له: عد من حيث أتيت وقل لهؤلاء الغاصبين أنني لن أقعد عن القتال أو ألقى الله شهيدا. بعد هذا قام بمجموعة من العمليات، من أهمها عملية بنياس، وأغار فيها ليلا على ثكنة فرنسية وقتل الحامية كلها، وحكم عليه الديوان العلوي عرفيا بالإعدام. والديوان العلوي دولة العلويين الفرنسيين، وهكذا، وهذا هو بالاستعمار دائما. عندما دخل إلى سوريا هذه الدولة ليست مساحتها ليست كبيرة، قسمها لأربعة دول: دولة حلب ودولة دمشق ودولة الدروز ودولة العلويين في اللاذقية. فرق تسد، وهذا هو ما يصنعه معنا. انظروا إلى اليوم الحال في ليبيا، وانظروا إلى الحال في اليمن، وانظروا وهكذا دوليك، هذا دأبهم للأسف، ونحن لا نتعلم للأسف أيضا. فحكموا عليه بالإعدام، وردا على هذه الهجمة جمعوا مجموعة من الفلاحين من القرى وقتلوا 170 فلاح، ثم رصدوا جائزة مكافأة 10,000 ليرة لمن يدل على القسام أو يمسك به. بعد هذا، وفي قصة طويلة، ويعني ربي يعيني أني نستطيع نختصر هذه القصة ونكملوها اليوم. طبعا ضيقوا جدا عليه، وأدرك أنه احتلوا طبعا كل شيء بعد ما انتصروا في معركة ميسلون، المعركة الشهيرة في دمشق بقيادة يوسف العظمة رحمة الله عليه، ودخل جورو وركل قبر صلاح الدين وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. مش نسينا بعد أن طرد الصليبيين قبل قرون، فأشوف عشان هم ما ينسوش. فسبحان الله ضيقوا عليه، فخلاص يعني وقعت سوريا تحت الفرنسيين، فقرر أنه هو يغادر ويذهب إلى فلسطين عن طريق لبنان. ذهب ووصل في قصة طويلة إلى حيفا في أواخر ما بين سنة 1920 وأوائل 21. وصل إلى حيفا، وحيفا كانت مدينة تشتهر بثقافتها وبحضارتها، وكان فيها ميناء، ويعني وجد فيها مكانا مناسبا، فكان يدرس هناك، وكان يدرس الذكور ويدرس الإناث، وكان خطيبا وكان واعظا، وفي مسجد مشهور اسمه مسجد الاستقلال. عشان نعرف الوضعية كيف كانت في ذلك الوقت، طبعا الإنجليز كانوا هم اللي محتلين فلسطين، الانتداب، وطبعا كانوا عطوا وعد اللي هو 1917 لليهود لإعطائهم وطن قومي لليهود في فلسطين. فكان هو كل قصة تقوم على شيئين الشيخ عز الدين القسام، كان يوعي الناس بضرورة أن راه الإنجليز هؤلاء محتلين، هؤلاء غاصبين، هؤلاء سيمكنون لليهود. لماذا كان يقول هذا؟ لأن للأسف الكثيرون كانوا غافلين، الكثيرون كانوا مخدوعين في الإنجليز. الإنجليز كانوا قوة ناعمة، كانوا يمثلون الحضارة بعكس الاستعمار الفرنسي الذي ارتكب المجازر والمذابح جهارا نهارا. وكان يكرر دائما الآية الكريمة
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويشرح ولي الأمر ويقول هؤلاء ليسوا أولياء أمر. لكن للأسف كان في القديانية وهي حركة مشبوهة مقرها في يافا، وأسوأ منها البهائية كانت في 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 حيفا. كانوا هؤلاء يصورون البريطانيين على أنهم ولاة أمور وأنهم متغلبون. التاريخ يعيد نفسه، شوف يعيد نفسه، دائما يستخدمون هذه الحركات المشبوهة ليقولوا أنهم هم المتغلبون، هم ولاة الأمر، ويدعون الناس للأسف ليتبعوهم وليستمعوا إلى كلامهم، وكان هو ضد هذا. وكان أيضا هو ضد الشيخ أمين الحسيني، الرجل الفاضل مفتي فلسطين، الذي كان يرى أنه سيصل إلى ما يريد بالمفاوضات وبالسياسة، وكان يخالف الأحزاب العربية، وهو كان يرى أنه لا تفاوض مع هؤلاء، هؤلاء لا يصلح معهم إلا القوة. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، لن يعطيك عدوك، لن يعطيك حقوقك، الحقوق تنتزع انتزاعا. وكان يأخذ على المجلس الإسلامي الأعلى اللي يرأسه الشيخ أمين الحسيني تزيين المساجد، وكان يقول هذه الأموال الأولى بها أن تنفق لشراء السلاح، وماذا ستستفيدون من مما من هذه الجدران المزينة بعد أن تسقط فلسطين. أما الشيء الآخر اللي كان يدير فيه إنه هو كان يبين راه إن اليهود هؤلاء مصيبة، وهؤلاء يريدون أن يحتلوا. وللأسف كان أيضا اليهود كانوا يستقبلون على أنهم ضيوف، تخيلوا. بل جريدة القبلة الصادرة في مكة 1918 وهي لسان حال الشريف حسين كانت تقول أن هؤلاء اليهود أضيافنا ولابد أن نكرمهم، وهم لا، بالعكس، هم كانوا جايين بهجرات كبيرة، حتى زاد عددهم من 8% من عدد السكان إلى 28% في فترة بسيطة جدا. من ضمن الأشياء اللي كان يوعي بيها ودائما يخطب ويتكلم، طلع مرة المسدس من تحت ثيابه في المسجد وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقتني مثل هذا. وكان يقول لهم: هل أنتم مؤمنون؟ ثم يجيب ويقول: لا. ثم يقول: لماذا؟ لأنكم لو كنتم مؤمنون حقا لقمتم للجهاد. وأتى مرة إلى المسجد وقال: رأيت اليوم شبانا يكنسون الأرض، وكان على هؤلاء أن يحملون البنادق بدل المكانس. فسبحان الله، كان رجلا يعني عالما عاملا، وكان دائما ما يردد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمسكوه الإنجليز وسألوه عن هذه الآية، فقال: هذه قطعة من كتاب الله وأنا سأظل أشرحها وأشرحها. فألقوا به في السجن، فقامت حيفا كلها وأضربت إضرابا كبيرا، واضطروا الإنجليز لإطلاق سراحه. المهم، في قصة طويلة لا يتسع المجال لذكرها الآن كلها، إن هو في سنة 35 مع مئات، كانوا يعني أقل من 1000، كانوا يسمون القساميين، قرروا إن هم يحاصروا حيفا ثم يحتلوها احتلالا سريعا لكي يوقظوا جذوة الجهاد. وذهبوا إلى الأحراش، أحراش في الجبال، وبالتحديد في مكان عند جنين يسمى يعبد أو يعبد، والأرجح أنه هو يعبد، كان يتحصن هناك هو ومجموعة صغيرة 9 استعدادا للعملية. لكن للأسف حدث خطأ بسيط من أحد المجاهدين، فاكتشفوا مكانه وحاصروه ب400 جندي، 400 جندي وهم كانوا 9 أو 10 فقط، وطلبوا منه الاستسلام، فرفض الاستسلام وقال لرفاقه: قاتلوا حتى تموتوا شهداء. وقاتل رحمه الله، شوف 400 وهم 9 أو 10، الروايات الفلسطينية تقول أنه قتل منهم 15 من هؤلاء الجنود، ثم مات رحمة الله عليه. وكان هدفه ليس الانتصار، وإنما كان هدفه أن يحيي الجهاد. وبالفعل لم تنتهي حياة عز الدين عند موته، بل بدأت عند موته، بدأت له حياة جديدة، وبدأت روح الجهاد،
بعدها بشهور انطلقت الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936، وبركة هذا الشيخ العظيم استمرت إلى أن انطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس سنة 1987، وانبثقت منها الجناح العسكري لحركة حماس وهي كتائب عز الدين القسام التي تذيق اليهود الويلات. رحمة الله على الشيخ عز الدين القسام، دعيت ابنته ميمنة سنة 1938 لتأبينه في القاهرة، فقالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهاد أبي وأعزني بموته. ثم غشي عليها من شدة التأثر. ما كان أحد يعرف أن عز الدين القسام هو الذي يقاتل، كان يعمل في سرية عمليات كثيرة ضد اليهود، ما كانوا يتوقعون أن هذا الشيخ الجليل هو الذي يقود حركة الجهاد، حتى أن أحمد الشقيري مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية قال: لم يكن يدور بخلدي أن هذا الشيخ المعمم هو الذي يقود الجهاد في فلسطين. والكثير والكثير تمنوا أنهم لو عاشوا في عهد وفي فترة عز الدين القسام ليقاتلوا معه ويموتون معه. هكذا هم العظماء. أرجوكم أرجوكم أسألكم بالله أن تدرسوا مثل هذه الشخصيات العظيمة لأبنائكم. رحمة الله على الشيخ عز الدين وألحقنا به في الصالحين. ما تنسوش الشير للفيديو واللايك لتعم الفائدة ويعم الخير. تقبلوا تحياتي، عمر عبد العزيز، في أمان الله.